باتت مملكة البحرين أحدى أهم مراكز استقبال محبي سباق سيارات الفورمولا 1، فمراكز بيع التذاكر المختلفة تشهد نشاطاً مستمراً وإقبالاً جماهيرياً متواصلاً من أهالي البحرين ومن خارجها، خصوصاً وأن العد التنازلي لانطلاقة هذا الحدث الأضخم قد بدأت. جماهير متحمسة ومنصات بيع لا ترتاح، فعشاق هذا السباق بدأوا بالتوافد على منصات بيع التذاكر لشراء تذاكر دخول حلبة البحرين الدولية لحضور سباق الفورمولا 1، خصوصاً وإن مملكة البحرين باتت الوجهة العالمية الأبرز لهذه الرياضة، فمنصات العرض في الحلبة وغالبية مقاعدها قد تم حجزها عبر مراكز البيع الموزعة على مناطق المملكة بقيمة تتراوح بين 30 إلى 150 ديناراً للتذكرة. مبيعات التذاكر ما شاء الله الحمد لله احنا بنتمتع هالسنة بمبيعات تذاكر ممتازة، وأنا بحب أنصح الجميع أنه ما ينتظر لآخر يوم وما ينتظر لآخر لحظة أن يشترون تذاكرهم، لأن الحمد لله البلوكس اللي موجودة قدام المنصة الرئيسية وقدام الستارت فينش لاين انباعت، فأنصح الجميع أن هو يسارع بشراء التذاكر وما ينتظر لآخر لحظة حتى ما يندمون يعني. فالحمد لله إحنا سعداء بمبيعات التذاكر، وإن شاء الله إن شاء الله بيكون سباق أكثر من ممتاز. الفعاليات الترفيهية التي تم وضعها في منصة بيع التذاكر جذبت الكبار قبل الصغار للاستمتاع بتلك الأجواء المتميزة للحلبة، حيث منحت المنصة الفرصة لزوارها تجربة سيارات المحاكاة وخوض التحدي، إلى جانب عدد من الفعاليات المقدمة للأطفال. أنا أجي اللي هو المضمار حق حلبة البحرين، أجي حق سباقات ثانية الدرق، وهذا أول مرة أحضر فورمولا 1، فمرة نتحمس لها إن شاء الله. وإحنا جايين إن شاء الله نحضر حلبة حق الفورمولا 1، ومتحمسين إن شاء الله، وراح نجيب يعني شباب كل الربع عشان نحضر الحفل هذا. وإن شاء الله التوفيق وياكم، وفي حماس يعني الحفلات والبنتات يعني بتكون، وما قصروا بيع التذاكر يعني كانوا متعاونين يعني معانا وعطونا معلومات يعني مناسبة يعني اللي نبغاها كانت موجودة كلها. والله أنا صراحة من عشاق الفورمولا، علشان كذا أنا جاي قبل بيع التذاكر عشان أجي أخذ التذكرة اليوم. أنا سمعت كثير عن الفورمولا خصوصا في البحرين، وسمعت عن حلبة البحرين الدولية، وحبيت كثير ان انا اجي اشارك لان الموضوع كثير مثير، خصوصا الفعاليات اللي بتبقى مصاحبه للمسابقه ديت، وسباق السيارات دي من اكبر المتع اللي الانسان ممكن يتمتع بيها، خصوصا لو في بلد حلوه زي البحرين بتتميز بالامان والتنظيم والفعاليات اللي فيها، فشيء رائع ان انا اجي البحرين اتفرج على السباق الفورمولا. جيت عشان اشتري تذاكر عشان نروح سباق الفورمولا، وكل سنة أروح وهو وايد حلو، نستانس وايد. كل سنة نحاول نشتري التكتات ونروح عليها لأن فيها أنشطة حلوة. إحنا الكبار نحب نتابع السباق، والأولاد عندي أولادي يحبوا كثير السباق الفورمولا، وعندهم يعني بيختاروا بعض يعني مشجعين، في منهم حق فراري، في منهم حق مرسيدس، والبنات الصغار بيحبوا الألعاب البرة والأنشطة البرة، بعد المطربين والحفلات اللي بتصير في الليل كثير حلوة وبننبسط فيها يعني بنقضي وقت عائلي حلو. أيام قليلة تفصلنا عن انطلاقة سباق الفورمولا 1 الليلي الرابع، ومحبو هذه الرياضة يعيشون أجواء حماسية بامتياز من العاشرة صباحا إلى ما بعد منتصف الليل، فحلبة البحرين تعد جماهيرها بالعديد من الفعاليات الترفيهية الممتعة للعائلات والحفلات الغنائية لأشهر الفنانين العالميين، لتجعل من زيارتهم للحلبة ذكرى لا تنسى. مع اقتراب موعد السباق بدأت وتيرة بيع التذاكر في تسارع، خصوصا وأن محبي هذه الرياضة على موعد مع الإثارة والتشويق، المتعة والترفيه في حلبة البحرين الدولية. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.